السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم مع سلسلة قواعد الموسيقى العالمية، أو زي ما بنطلق عليها قواعد غربي، واللي بسجلها حصريا لقناة المايسترو محمد الفكهاني ومحدثكم محمد الفكهاني. أهلا بكم. طيب، إحنا أمس أو المرة اللي فاتت كنا بنشرح الطفا تيفي، وقلنا خدنا سكتة واحدة لأن في تقسيم تاني بيخش على الطفاتيفي هنحتاج نستخدم في الرباط، فنقدر نرجع النهاردة نكمل موضوع الطفاتيفي لما خدناها هي الأساسية بشكل أساس أهو. وكاننا بنقول ده طا فا تي في، وخدنا الأربع سكتات اللي ممكنين ممكن نعملهم. طيب النهاردة بقى نبدأ نستخدم الربط. يعني ايه الربط؟ هنيجي ناخد ادي رجل اتنين تلاتة اربعة اهم، ونبدأ نشوف ازاي نربط رجول مع بعضها. النهاردة هناخد فكرة ان احنا نربط رجلين، فهنربط ده بده، فالناتج عندي طلع ايه؟ المفروض ده طا فا، الفرح معاه بقى طايا، يعني كأنه هنا بقى يا طايا تي في فعليا، لان هو مربوط بقى بدل تا فا تي في تا يا تي في تا يا تي في تا يا تي في. طيب الشكل ده يعادل بعد الربط، لما ربطت دبل مع دبل الثاني نص يعادل ايه؟ يعادل ان انا كان عندي كانها تا اللي هي كروش كانت طبتي، والطاء التانية التي قسمتها اتنين، فيديني شكل اسم، هنضيع الياء دي بقى، يديني شكل اسمه ايه؟ طا تي في، يعني طا يا تي في طا يا تي في طا يا تي في، هو الشكل بتاع طا تي في طا تي في، يعني جالك بالطريقة دي او بالطريقة دي الناتج السمعي والاداء الفعلي بنفس الطريقة. طيب ناخد ربط بطريقه تانية، اللي هو مثلا لو جينا خدنا اخر رجلين هنربط الرجلين الاخر، يبقى اللي متبقى عندي هنا تا فا تي يي، يعني تبقى يي يي عشان يا هتاخد يي، فهنا اصبح ناتج ايه؟ تا فا تي يي تا فا تي يي تا فا تي يي، يديني ناتج سمعي ايه؟ يعادل ايه؟ عكس ده، احنا كنا خدنا الكروش الثاني قسمناه دوبلين، هنا الدوبلين فضلوا زي ما هما، والكروش الثاني هو اللي فضل زي ما هو كروش، فاصبح الناتج عندي يديني تا فا تي، والي راحت معاه، فاصبح الناتج هنا تا فا تي تا فا تي تا فا تي، كان اللي فوق تا تي في تا تي في، اللي هنا تا فا تي، اوكي؟ طيب ممكن متاح ليا ايه تاني؟ ان انا اربط الرجلين اللي في النص، ان انا اجي هنا اربط الرجلين اللي في النص، اللي هو كان ده وده، اللي هو كان تا فا التي هتبقى ايه؟ يي تا فا يي في، كان تا فا تي في هتبقى عندي هنا في، يعني تا فا تي في تي هنا بقت تا فا ي في تا فا ي في. طب تدينا شكل هنا ناتج عامل ازاي؟ تديني دبل في الاول، وجمعنا الدبلين دول بجروش، واتبقى في الاخر دبل، فيطلع الناتج عامل كده دبل وبعدين جروش ودبل، بقى واضح ولا هنحطه هنا عشان بس يبقى في الفراغه اهو، بيبقى عامل كده اهو دبل كده ودبل كده في النص كروش. الشكل ده اسمه ايه بقى؟ اسمه طا، شوف لما نيجي ناخدها هناخد طا والفا طفا، والتي راحت اللي هي الي معاها فبقى في، فبيبقى اسمه طفا في طفا في طفا في طفا في. ادي الحالات اللي ممكن نستخدم فيها الرباط، انه يضم لي رجلتين اتنين. طيب ناخد حالة تانية، ان انا اضم ثلاث رجول، يعني هنرجع تاني للطفا دي اهي مثلا الاساسية بتاعتها اهي،
كانت تا فا تي في الأساسية. هضم أول ثلاث رجول يديني ناتج إيه؟ يديني الناتج ده. هيروح الناتج ده يطلع تا كروش. خلي بالكم ان ده دبل ودبل يعملوا كروش، والدبل الثالث يعمل نص كروش، يعني كانه بيعمل كروش منقوط ويتبقى عنده دبل في الاخر، فيطلع الناتج ده كده. يترجمه تاني، ثلاث دبلات اثنين منهم يعملوا لي كروش، والثالث بتاعهم يبقى نص كروش كانه كروش منقوط ويتبقى عندي دبل في الاخر، فيطلع عندي ايه هنا؟ يطلع عندي ده شكل اسمه طافي. كنا بنقولها طافي طافي طافي، لما ضمينا بقت طافي طافي، فالناتج اسمه طافي طافي طافي. اوكي؟ طيب شكل تاني، ان انا اربط الرجلين الثلاث رجول الاخر، ان انا اربط الثلاثة الاخر دي واحد اثنين ثلاثة اربعة اهو. اربط الثلاثة كان تا فا تي في، هربط الثلاثة الاخر فاصبح اتبقى عندي في الاول دبل، ونفس الثلاثة دول هم نفس الثلاثة دول بس مترحلين ضلع، فاصبح هنا الناتج السمعي بتاعي بيساوي الطا الاولانية موجودة اللي هي الدبل، وبعدين الثلاثة دول انضموا كروش ونص كروش اللي هي الدبل بنقطة، اصبح هنا عندي هنا كروش منقوط والاولانيه دي كانت دوبل، فالسمع السمع ده اسمه طفا، والناتج السمع بتاعه طفا. هي كانت ايه اصلا؟ طفا تي في طفا تي في، بقت ايه؟ طفا 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 طفا، والعكسه طافي طافي طافي، ده طفا طفا. ده استخدام الرباط، وشفنا الرباط ممكن يجي لك في النوتة كده وممكن يجي مجمع كده، بس هي كده في النوتة ايقاعيا ممكن، وكده برضه ايقاعيا ممكن، لكن لحنيا لازم يكونوا الثلاث نجمات دول هم نجمة واحدة، يعني الثلاث رجول دول نجمة واحدة، لأن لو اتغيرت النجمات ما بقاش رباط زمني، بقى رباط لحن اللي هو اللي جابته. طيب يعني ده موضوع النقطة والرباط، ودي تدريبات بالمرة على وحدة الطفاطيفي، وممكن بقى نعمل شوية براكتس كده نستخدم فيه الرباط وكده. إن شاء الله يكون الشرح عجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم، السلام عليكم.